هل أسئلة رواية على ال present perfect زمن المضارع التام. Number 7 الجملة إيه؟ لما أقول they are still on their way home. They are still on their way home. يعني إيه الجملة دي؟ معناها إيه؟ معناها هم ما زالوا في طريقهم إلى البيت. لما أقول هم ما زالوا في طريقهم إلى البيت وعايزك تستخدم كلمة yet اللي هي معناها حتى الآن. يعني عاوزك تقول هم لم يصلوا البيت حتى الآن. يبقى نبدأ بالفاعل اللي هو إيه؟ they. احنا قلنا لم يصلوا. يبقى ويبقى يت يجي معاه مضارع تام. مضارع تام على طول منفي ذي يجي معاه هافنت ولا هازنت؟ هافنت. يبقى ذي هافنت. وعايز بقى كلمة يصل. يصل يعني arrive وخليها تصريف ثالث تبقى arrived. يبقى they haven't arrived. وصلوا فين؟ البيت. يبقى home وبعدها كلمة ايه؟ yet. They haven't arrived home yet. وممكن اقول they haven't returned home yet. هم لم يعودوا للبيت حتى الان. وممكن اقول they haven't gone home yet. المهم اجيب اي فعل من دول يبقى في زمن present perfect negative. Number 8 الجملة ايه؟ I finished the washing up a few moments ago. عايزك تستخدم ايه؟ just done. جاب لك just وجاب لك بعدها تصريف ثالث بتاع فعل انت عايز تستخدمه. يبقى انت بقى طالما جاب لي جاست وبعدها تصريف تالت يبقى عاوزك تجيب قبل جاست ديات هاف او هاز. هتبدا بالفاعل اللي هو ايه؟ الفاعل بتاع الجمله ايه؟ الفاعل الاسم او الضمير اي ديت هيجي بعدها الفعل اللي قالك استخدمه هنا اللي هو جاست دان. قلنا بس هتحط قبل جاست هاف او هاز. اي هيجي معاها ايه؟ اي هيجي معاها هاف. يبقى اي هاف وبعدين هتجيب جاست دان. يبقى اي هاف جاست دان وبعدين هتكمل بقى انا لسه مخل انا لسه عامل. هيجي الاسم بقى اللي هو ايه؟ ذا واشنج اب. هو ينفع اقول دان وفينشت؟ يبقى فعل اساسه هو الضن واجيب بعديه تاني finished. يبقى I have just done. انا لسه عامل. عامل ايه؟ هيجي المفعول اللي هو the washing up. يبقى I have just done the washing up. طيب كان في هنا a few moments ago. احنا قلنا ago مش هتنفع مع الزمن الجديد وجاب لي just. خلاص بشيل a few moments ago دي خالص. يبقى I have just done the washing up. بدل ما اقول انا خلصت الغسيل منذ لحظات هقول انا خلصت الغسيل حالا. ده كده نمبر كام؟ 8. استخدمنا just done بدلا من finished. Number 9. The last time I went on holiday was last year. The last time. ونركز على النوعية دي من الجمل اللي بتبدأ بإيه؟ The last time أو بيكون فيها كلمة last. The last time I went on holiday was last year. آخر مرة أنا ذهبت في أجازة كان السنة الماضية. عاوزك تستخدم إيه؟ haven't. طيب طريقة استخدام haven't أي جملة فيها last أو the last time بنحذف the last time. بحول الفعل اللي في زمن الماضي البسيط إلى مضارع تام منفي. يبقى أبدأ بالفاعل بتاع الجملة اللي هو إيه؟
هحول بقى went الى مضارع تام منفي. مضارع تام يعني have او has وتصريف ثالث. هو جاب لك haven't يبقى I ايه؟ haven't. بعد haven't بقى تجيب التصريف الثالث بتاع went اللي هو ايه؟ ها التصريف الثالث بتاع went gone يبقى I haven't gone. واكمل on holiday. Now هو بقى was دي بتتشال. واشوف last year عايز اجيب بقى كلمة من الكلمات اللي بتستخدم مع ال present perfect. مع last year اقول for ولا since؟ يبقى since last year. وممكن يجيب لي was last year ديت، يبقى شلت was وحطيت قبل last year كلمة since. يبقى اي جملة بدأت بـ the last time بحذف the last time، ببدأ بالسبجكت الفاعل بتاع الجملة I، بحول الفعل من الباست سيمبل من الماضي البسيط اللي هو went الى present perfect negative الى مضارع تام منفي يبقى haven't gone. وبعدين اكمل on holiday وبعدين بشيل was وحط مكانها since واكتب last year. understand this sentence؟ فهمنا الجملة دي. بعد كده number 10 برضو I last saw Martin 2 days ago. برضو في كلمة ايه؟ so في كلمة last. هحذف last ابدأ بالفاعل I. هو قال لك استخدم ايه هنا؟ for. هبدأ بالفاعل اللي هو I. طالما كان فيه last يبقى الفعل ده هو so past simple، هحوله الى present perfect negative، هحوله لمضارع تام منفي. على طول يبقى haven't. والتصريف الثالث بتاع سو ايه؟ التصريف الثالث بتاع سو اسمه seen. I haven't seen. وبعدين اكمل مارتن. وصلنا كده لايه؟ 2 days ago. هتقول الله ده احنا استخدمنا بريزنت بيرفكت يبقى مش هتنفع ago. فاضل عندي 2 days دي بحط قبلها سنس ولا فور؟ اصبحت فور اللي هو قال لك استخدمها، يبقى فور 2 days. يبقى الجملة برضو اللي فيها last عاوزنا فيها مدة وعاوزنا استخدم فور، بشيل كلمة last، بحول الفيرب من باست سيمبل بوزيتيف من ماضي بسيط مثبت الى بريزنت بيرفكت نيجاتيف الى مضارع تام منفي. وبعدين اكمل وبيكون فيه مدة في الجملة مع اجو، بحذف اجو وحط فور قبل المدة. يبقى I haven't seen Martin for 2 days. طب احنا هنا ليه بننفي الجملة؟ لان الجملة اساسا بتقول اخر مرة شفت مارتن كان منذ يومين، يعني من اخر مرة دي لغاية دلوقتي الفعل ما حدثش ما شفتوش. يبقى اقول انا لم ارى مارتن لمدة يومين، يبقى لازم احول الفعل من الباست سيمبل نيجاتيف من الباست سيمبل بوزيتيف الى بريزنت بيرفكت نيجاتيف. نمبر 10 ايه الجملة؟ نمبر 11 سوري ماريا لاست كوكد ا هوت ميل 6 مانس اجو. زيها زي اللي فوقيها بالظبط، في كلمة لاست وفي عندنا مدة مع اجو. عايزك تستخدم ايه هنا؟ هنبدأ بالسبجكت زي ما هو ماريا. هنقول انشلنا لاست، هجيب بريزنت بيرفكت نيجاتيف يبقى هازنت، والتصريف الثالث بتاع كوكد هو زي ما هو. واكمل اهوت ميل. اهوت ميل
في عندنا بقى هنا 6 months ago، هشيل ago 6 months احط قبلها since ولا 4؟ احط قبلها 4. يبقى 4 6 months. عرفت كده حلناها ازاي؟ ده كله نفس الطريقة، الجملة فيها last، هشيل last، احول past simple بوزيتيف، احول الماضي البسيط المثبت الى بريزنت بيرفكت نيجاتيف، واشيل اجو واحط بدلها فور قبل المده. نمبر 12، ايه الجمله في نمبر 12؟ I last visited Alexandria in 2003. عاوزك تستخدم ايه؟ فور. طيب برضو في last اشيلها، هبدا بالسبجكت اللي هو ايه؟ اي. visited ماضي بسيط مثبت هتبقى مضارع تام منفي، اي على طول احط بعدها ايه؟ يبقى اي هافنت، والتصريف الثالث بتاع visited هو زي ما هو، يبقى اي هافنت visited. visited مين؟ اليكس الكساندريا. هنا بقى في تاريخ سنه، المفروض ان تاريخ السنه يجي معاه سينس، بس هو ما قالكش استخدم سينس. هو لو قال سينس كنا اقوله سينس 2003، لكن هو ضحك عليك عايزك تستخدم 4 وتحسب السنين ديت من 2003 لدلوقتي، يبقى كام؟ يبقى 10 ولا 20 years. من 2003 ل 23 يبقى 10 سنين. يبقى 20 years. نمبر 3، ده كده كل الجمل دي عينة واحدة. نيجي بقى على نمبر 13، they left a few minutes ago. أي جملة فيها minutes ago، a few minutes ago، وعاوزك تستخدم ايه هنا؟ just. أول حاجة بحذف المدة اللي مع ago واجي على الجملة. لما اجي استخدم just فيها هنستخدم الفعل، هيبقى present perfect. ابدأ بالفعل زي ما هو ذي. عندي كلمة left عايز اخليها present perfect، يبقى have، واعمل stop هنا. just بتيجي بعد have، يبقى they have just، والتصريف الثالث left. ده كده استخدام just بدلا من جملة فيها ago. ده نوعية تانية من الأسئلة، من الجمل بتيجي وقول لي استخدم ايه؟ just بدلا من ago. نيجي على نمبر 14، he has been working here since 1999. عايزك تستخدم ايه؟ فور. الجملة دي ما فيش حاجة هتتغير، الفعل مش هيتغير، هكتب كل حاجة زي ما هي. has been working here since، اشيل since واحط ايه؟ واحسب من 99 لغاية دلوقتي، قول من 20، يبقى كام؟ يبقى 424 days ولا weeks ولا months ولا years؟ علشان دي سنين. نمبر 15، Germany joined school 2 years ago. Jimmy joined school 2 years ago. عايزك تستخدم has been. Jimmy. يبقى ابدأ بالفعل زي ما هو Jimmy. يجي بعدها has been. هنا بقى اقول هو بيذهب للمدرسة دي، كان في المدرسة دي، بقى has been، جيمي has been to school four. يعني بيذهب للمدة للمدرسة دي، وبعدين هو هنا قال لي 2 years ago، عايزك تستخدم مع 2 years، اقول since ولا 4؟ 2 years four. يبقى 4 2 years. عرفنا كده حلينا ديت ازاي. نمبر 16، she knew Mark when she was a child. هي عرفت مارك لما كانت طفلة.
عايزك تستخدم سينس. سينس بقى هنا نعمل ستوب. دولت كم جملة؟ جملة واحدة ولا جملتين؟ جملتين. يبقى لما اجي استخدم سينس هنا استخدمها كأداة ربط. أداة ربط يعني هتتحط مكان وين. سينس بقى كأداة ربط بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. سينس كأداة ربط يجي قبلها زمن ايه؟ مضارع تام present perfect ويجي بعدها past simple. هتقول لي حلو اللي بعدها كده كده past simple اللي هي she was a child. خلاص يبقى اللي بعدها يفضل زي ما هو، يبقى التغيير بس هيكون فين؟ في اللي قبلها. new عايزين نخليها present perfect. بيتكون من ايه present perfect؟ على طول يبقى هقول شي هيجي معاها هاف ولا هاز؟ هاز. وعايزين الباست بارتيسيبل بتاع نيو اسمه نون. الافعال الريجولار دي بنحفظها. يبقى شي هاز نون مارك سينس شي ووز ا تشايلد. عرفنا كده الحل ازاي؟ هتكتب ده كله، هتروح تكتب ده كله في الكشكول وتروح واخده مصوره صورة وبعتهولي اشوف انت هتحله ازاي تاني. بعد الفيديو هتلاقيه على الجروب بعد ما تسمع الفيديو. نمبر 17. دكتور احمد started working in this hospital in 2001. دكتور احمد بدأ العمل في هذه المستشفى في سنة 2001. عايزك تستخدم ايه؟ فور. فور دي هيجي معاها present perfect. هو المفروض يجي معاها هنا present perfect continuous، بس احنا هنستخدم present perfect بس عشان احنا لسه ما خدناش ال continuous. فاحنا عندي اول حاجة بعملها بحذف الفعل started. الفعل الاساسي working هو ده اللي انا هستخدمه present perfect. يبقى احمد هيجي معاها ايه؟ have ولا has؟ has. يبقى احمد has worked worked وكمل in this hospital. طبعا مش هينفع ان ولا السنة، هجيب فور واحسب المدة من 2001 لغاية دلوقتي بقى كام؟ 22 days ولا years؟ يبقى دكتور احمد has worked in this hospital for 22 years. Number 18. We have lived here for 2 years. عايزك تستخدم سينس، هيفضل present perfect زي ما هو، هنحذف فور واحط ايه؟ سينس. يبقى سينس واحول 2 years ارجع لورا سنتين، يبقى سنة كام؟ 2021. Number 19. I saw this film last week. عايزك تستخدم ايه؟ Already. Already بيجي معاها زمن ايه؟ Present perfect. خلاص يبقى هشيل last week. اجي بقى على الverb saw. عايزين نخليه present perfect. و already طبعا بتتحط بعد have او has. اي هيجي معاها ايه؟ have. يبقى اي have already. وبعدين الباست بارتيسيبل بتاع سو سين. اي هاف اولريدي سين ذيس فيلم. ما بجيبش لا فور ولا حاجه، ما ينفعش. كلمتين بيدلوا على زمن واحد الاثنين في نفس الجمله، احنا جبنا اولريدي. يبقى ما ينفعش ان انا اقول لا فور ولا سينس. وبعدين هنا مش هتبقى فور مع لاست ويك، لو انت هتجيب حاجه كانت هتبقى سينس. ده لو ما جابش كلمه اولريدي. نيجي على نمبر 20. حط لاست ويك. ما بجيبش لاست ويك ولا حاجه. انا قال استخدم اولريدي خلاص، لكنه ما جابش اولريدي كنا هنشوف لاست ويك دي هتيجي معاها ايه، فور ولا سينس.
لكن already بيجيش معها اي حاجة تانية. Dina and Jehan have been friends since 1995. عاوزك تستخدم ايه؟ طبعا الجملة كلها تفضل زي ما هي. دينا اند جيهان هاف بين فريندز، وصلنا لسنس اند شيلا واحط فور واحسب من 95 لدلوقتي يبقى كام؟ 28 ويكس ولا ييرز؟ ييرز. نمبر 21، مارتن اند سوزي هاف بين ماريد فور 6 ييرز. نفس الكلام عكس اللي فوق، هنشيل فور وحط سنس وارجع لورا 6 سنين، تبقى سنة كام؟ 2017 او 16. نيجي على نمبر 22، she has just left for Spain. عاوزك تستخدم ايه؟ gun. هتقول لي gun ده الفعل الاساسي تصريف تالي، هستخدمه مكان lift. يبقى أقول she has just gone، بس lift بيجي معها four والمكان، لكن go بيجي معها two والمكان. يبقى she has just gone to Spain. نيجي بعد كده number 23، she's just come back from Spain. هنا بقى عاوزك تستخدم been، هي لسه راجعة من اسبانيا، يبقى عاوزك تستخدم been. هتقول ايه؟ برضو she has been. هو مش قالك استخدم been؟ ما احنا مش هنستخدم just ايه مع verb to be، ما فيش just، لكن come هي اللي معاها just. يبقى she has been. طيب been هنا بيجي معاها she has been to، والمكان المكان ايه؟ Spain. يبقى she has been to Spain وبشيل come back from. ده كده الايه على ال present perfect، قلنا نحله بتركيز. في عندك دايالوج كده بعدين مش كده؟ نحل الدايالوج ده علشان نيجي نحل موديل اكزامز هنا ونكتب الباراجرافز ازاي. نيجي على الدايالوج، supply the missing parts in the following dialogue. احمد بيقول we have got an English exam tomorrow. احنا عندنا امتحان انجليزي بكره. سامي قال اوه نو they are really stressful. ده الامتحانات كده هتسبب لنا ضغط. قال له اوه نو. جاء احمد قال له yes you are right but you should revise anyway. انت عندك حق لكن انت لازم تراجع على اي حال. سامي قال له I for exams more successful. جه احمد قال له you can listen to some music to relax. انت ممكن تستمع لشويه موسيقى كده تهديك. سامي قال له music can reduce the stress. ده سؤال. رد عليه قال له yes I've tried it many times and it worked well. نيجي بقى نكمل كده. هما هنا اربع نقاط، طبعا ده مش مواصفات الديالوج لان الديالوج بيكون فيه 5 نقاط وبيكون فيه 3 اسئلة و2 اجابات، فده هو جايبه بس كده. ايه واحنا دلوقتي بنحل في الموديل تيستس دي او الاكزامز هيكون مواصفات كده. هنا بيقول له we have got an English exam tomorrow، عندنا امتحان انجليزي بكره. قال له oh no they are really stressful. دي هتكون تسبب لنا ضغط. نكمل هنا نقول ايه؟ نو لا 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 ده حاجة صعبة. هذا صعب، هذه مشكلة، ده هيعمل لنا ضغط. يبقى نو هقول له this is
difficult. دي حاجة صعبة. وبعدين قالوا they are very stressful. قالوا yes you are right but you should revise anyway. ماشي بس انت لازم تراجع. قالوا I for exams more stressful. انا علشان الامتحانات more stressful بيحصل لي ضغط اكبر. I انا بشعر بالنسبة للامتحانات ان انا مضغوط اكتر. يشعر يعني ايه؟ I feel for exams more stressful. قال you can listen to some music to relax. ممكن تسمع هنا music can reduce the stress. طبعا عايزين هنا فعل مساعد يا محادثة خايبة اصلا. هنا يقول له music can reduce. لا هو غلط السؤال اساسا. هو مفيش هنا كان فعنا هنا هنقول كان music reduce the stress. التاني يقول له yes it can. yes it can. علشان كده يا محادثة سيبك منها. ده كده رجعنا على ال present perfect. نيجي بعد كده بقى نحل موديل اكزامز. موديل اكزام 1 عندنا اول سؤال بيكون ايه؟ دايالوج. هنا المحادثة دي بين مين ومين؟ بين ماري وسارة. فماري بتقول هاي سارة. هيقول له هاي ماري. هترد على سارة تقول لها ايه؟ هاي ماري. هاي ماري. جات ماري قالت لها ايه؟ Have you ever been to the USA؟ هترد على الكلام ده كده. سؤال بدأ بإيه؟ بدأ بهاف. يبقى هجاوب عليه هاف دي فعل مساعد. يبقى هنجاوب عليه بإيه أو بإيه؟ Yes or no. Have you ever been to the USA؟ انت قبل كده رحت USA؟ هنكمل كده علشان ما اقولش yes ويطلع في النهاية قالت لا. قالت لا. What؟ قالت لا it's Washington DC. How long؟ قعدت قد ايه؟ يبقى راحت كده. يبقى هنا هتقول لها yes. اجابة مختصرة. Yes I have. جات ماري قالت لها what؟ عايزين نكمل السؤال. قالت لها it's Washington. دي واشنطن. واشنطن دي بتكون ايه؟ عاصمة. العاصمة. يبقى قالت لها ما عاصمة USA؟ ربنا يحرق. يبقى قالت لها what؟ عاصمة يعني ايه؟ the capital. يبقى what's the capital of USA؟ قالت لها ايه عاصمة USA؟ سألتها سؤال قالت لها how long؟ وبعدين التانية ردت I have stayed there for about 6 months. سألها عن طول المدة. يعني خدنا قبل كده تكوين المحادثة تكوين السؤال. كلمة استفهام بعدها فعل مساعد. الإجابة دي فيها فعل مساعد؟ ها؟ ايه الفعل المساعد؟ هاف. يبقى هاو لونج هاف. بعد كده الفاعل اللي هو ايه؟ يو. يبقى هاو لونج هاف يو. وبعدين اكمل. ستادي. ستايد ذير. يبقى هاو لونج هاف يو ستايد ذير. جات قالت لها دو يو نو؟ وعايزين نكمل السؤال. قالت له of course I know there are 50 states.
هل تعرفي؟ وسألت سؤال، قالت لها أيوة عارفة، هناك 50 ولاية. يبقى هي قالت لك هل تعرفي كم ولاية هناك؟ كم عدد؟ كم عدد يعني ايه؟ هاو ميني. واحنا قلنا هاو ميني بيجي بعدها الاسم الجمع اللي هو اللي بعد العدد اللي هو ايه؟ ستيتس. يبقى دو يو نو هاو ميني ستيتس؟ وبعدين في عندي ذير ار، عايزين نكمل السؤال هجيب ار ذير. يبقى دو يو نو هاو ميني ستيتس ار ذير؟ دي كده الديالوج، وبرضه محادثه كده سهله. السؤال الثاني بيكون التشوز، عندنا 10 جمل، 5 على الفوكاب كلمات و5 على الجرامر. نمبر 1، the kitchen is a mess because we haven't cleaned after the party. clean بيجي بعدها ايه؟ up. clean up معناه بتكتب نمبر 1 في الديالوج هناك في الورقه بيكون 1 2 3 4 5، فانت تكتب 1 بس وتكتب الحل بتاعك، 2 تكتب الحل المطلوب فيه، 3 وتكتب المطلوب فيه، ما تكتبش المحادثه كلها وتزنق الاجابات وما نلاقيش مكانه مش واضحه. هي 1 المطلوب، اجابه تكتب الاجابه بس، سؤال تكتب السؤال بس. نيجي على نمبر 2، ماي هوبي از موديلز. مع كلمة موديلز ديت اقول ميكنج ولا بلاينج ولا جيفنج ولا دوينج؟ اسمها ميك ا موديل، ميك ا موديل، يبقى موديلز نستخدم معاها ايه؟ ميكنج. نمبر 3، ماي اونت اولويز جيفز اس ا بريزنت اور سم ماني وين وي فيزيت هير. لما اقول عمتي دي دايما بتدينا هدايا او فلوس لما بنزورها. شي از فيري، اللي بتدي قرايبها فلوس دي تبقى اجريسيف ولا اونست ولا جينيروس ولا مين؟ جينيروس. جينيروس كريمه. افتر ذا ويدنج، ذا باربيكيو ولا ريتايرمنت ولا ريسبشن ولا ديكوريشن؟ was held at a hotel. طبعا احنا كان عندنا ايه؟ الحفلات والبتاع، الحفله الفرح الصيني ده ولا الكوري ولا السنغافوره. بيقولوا بعد الحفل بعد الزفاف ايه بقى اللي بيتم في الفندق؟ باربيكيو ولا ريتايرمنت ولا ريسبشن ولا ديكوريشن؟ ايه؟ هذا باربيكيو، بيعملوا بقى حفلة ايه؟ ولا كان الريسبشن هو اللي بيعقد في الفندق؟ الريسبشن؟ لا، يا باربيكيو، بيروحوا بقى ياكلوا ويعملوا الكلام ده في الاوتيل. بيحتفلوا تاني؟ هو ده بيعملوا زفاف بره كده وبعدين يروحوا بقى يحتفلوا في الاوتيل. نيجي على نمبر 5، تايتانيوم is a strong. تايتانيوم ده هو بيكون سيجنال ولا وود ولا كابل ولا ماتيريال؟ بيكون مادة خام، مادة خام اللي هي ايه؟ ماتيريال. مادة خام يعني ايه؟ ماتيريال. she with my family for a month. for a month. هنختار ايه هنا؟ اول ما تفكر تقولي فور، يبقى احنا لسه قايلين بريزنت بيرفكت، مش هتلاقي هنا بريزنت بيرفكت. فور بقى بيجي معاها بريزنت بيرفكت، ولما ما الاقيش بريزنت بيرفكت يجي معاها باست سيمبل. باست سيمبل، ماضي بسيط. ستاديز الماضي البسيط بينتهي بايه؟ اس ولا بي دي؟ يبقى ستايز ولا ستايد؟ ستايد. امال الماضي اللي معاه اي اس كان اسمه؟
ده مش ماضي، ده present simple. احنا لسه عمالين نقول اس و اي اس و اي اي اس او ما ضيفش present simple. They have eaten the food. اقول some ولا none ولا both ولا all the food. لسه حلنا في موديل 1 موديول 1 دلوقتي. I to France 2 years ago. حط خط تحت كده او ركز في عندك كلمة ago. ago ديت بيجي معاها زمن ايه؟ yesterday last ago. احفظهم كده yesterday last ago. نسيت ما ago هتفتكر ان هي معاها yesterday. ويسترداي معناها ايه؟ امبارح. يبقى ده كده هيكون زمن ايه؟ باست. فين الباست هنا بقى؟ جو ولا وينت ولا افغان ولا واز جون؟ وينت. نمبر 9 هي فاست وين هي فيل قعدت وين بيجي قبلها زمن ايه؟ باست كونتينيوس. بيجي بعدها past simple. هو جه بعدها past simple fill. يبقى يجي قبلها past continuous. بيتكون من ايه past continuous ده؟ was. يبقى تختار ايه هنا؟ was running. بعد كده number 10 we buy our old teacher. كلمة باي معناها احنا خدنا في الموديول الاخير خالص الباسيف في البريزنت والباست. باي هنا يبقى هيجي يبقى الجملة دي باسيف. اقول بقى ووز ميت ولا ووز ميت ولا وير ميت ولا وير ميت. طبعا وير ووز اوير وباست بارتيسيبل. وير ميت. النهين. وير ميت ولا وير ميت. نين اي الباسيف بيكون was aware والباست participle. التصريف الثالث. التصريف الثالث ميت ولا مت. صح ماشي. انا بقول لك اهو التصريف الباسيف بيبقى was aware وباست participle. الباست participle هنا ميت ولا مت. يبقى ما تقولش الاخيره بقى اسمها وير مت. على اللي بيتات كلها على اللي